أخبار مهرية باختصار. قتلى في هجوم كبير استهدف نقطة عسكرية تابعة للانتقالي في مديرية أحور بمحافظة أبين. هجوم المسلحين الذي يعتقد ارتباطهم بالقاعدة أسفر عن مقتل قائد كتيبة وحدة مكافحة الإرهاب. الجيش يعلن التصدي لهجومين شنتهما ميليشيا الحوثي في جبهات محافظة تعز. الهجمات الحوثية تركزت في جبهتي العنين وكلابة، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران المسير. انقسام بين أعضاء نقابة المعلمين الجنوبيين بشأن رفع الإضراب الشامل في المدارس الحكومية بعدن، ورفض موالون للانتقالي استئناف العملية التعليمية رغم تقديم محافظ المحافظة التزامات بتحقيق مطالبهم. عودة مهددة بالفشل لمهاجم تشيلسي السابق ديغو كوستا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وفقا للصحافة الإنجليزية، فإن الصفقة متعثرة بعد رفض الطلب المبدئي لاستخراج تصاريح عمل لكوستا في إنجلترا. غابات الأمازون تشهد أسوأ شهر للحرائق منذ 12 سنة بعد تسجيل 12 ألف حريق خلال 4 أيام. وزاد عدد حرائق الغابات في الأمازون بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي بأكثر من 33 ألف حريق. إلى اللقاء باختصار آخر.